كتم البول لفترات بشكل عام يا انسان بشكل عام اضراره ايه؟ اضراره كتيره. اولها ان انت بعد فتره من الفترات المثانه بتبدا بشكل يعمل حاجه زي ريباوند كده او زي رد فعل، ان تبقى المثانه عصبيه. خلاص دي رقم واحد. رقم اتنين، في بعض الناس بيحصل عندهم ارتجاع، يعني حبسه الميه الكتيره دي بترد الميه على الكليه. خلاص فدي كان المريض ده عنده بروستاتا مثلا، يعني واحد سليم ما فيش عنده مشاكل قعد 7-8 ساعات حبس الميه وما بيعملش بول. ال7-8 ساعات دول انت زيك زي بتاع البروستاتا، زي مريض البروستاتا، ما عندكش مشكله. بس اخطر ما في الموضوع ان الموضوع لما بيطول، تمام، بيطول كتير، بيحصل ان اولا بيحصل سبريشن، يعني بيحصل تثبيط للكليه في الوقت في الفتره اللي هو زنق فيها البول. ثانيا وده الاهم بقى، ان المثانه بيحصل فيها نوع من انواع الكسل، والكسل ده بعد كده بيقلب بريباوند، يحصل فيها اوفر اكتيفيتي، المثانه نفسها تبقى كرد فعل لحبسه الميه دي اتعصبت. هو طبيعي ان المثانه قاعده مستنيه الاوردر من البرين من الدماغ علشان خاطر المريض يفتح السكه والميه تنزل. بعد فتره المثانه ما جالهاش الامر وزهقت واتملت اتنفخت على الاخر، بتقوم هي لوحدها بقى سب كونشسلي بتقوم منقبضه، يحصل انقباض. بقى في بقى هنا لاك اوف سينكرونايزيشن، مفيش توافق ما بين ان عضله المثانه تنقبض وما بين الصمام يفتح. المفروض ان الاشاره العصبيه اللي جايه هي اشاره واحده جايه تفتح الصمام وفي نفس الوقت تضغط العضله عشان الميه تنزل. لما بيحصل الضغطه دي والصمام قافل، دي مشكله بعد كده المثانه ما بتقدرش تسيطر عليها، يعني بيحصل مشكله.